في المغرب قررت 18 هيئة حقوقية مغربية مقاضاة وزير الداخلية محمد العنصر على خلفية ما وصفتها بالإصابات البليغة التي قالت إن محتجين تعرضوا لها بسبب ما تصفه بالتدخل الأمني العنيف الجمعة الماضية ضد وقفة احتجاجية أمام البرلمان. وكانت الحكومة المغربية نفت الاتهامات الموجهة إليها باستعمال أساليب عنيفة لمواجهة تلك الاحتجاجات قائلة إن الأغلبية الساحقة من تلك الوقفات الاحتجاجية مرت في أجواء سلمية. وشهدت عدة مدن مغربية وقفات احتجاجية بعد إصدار الملك محمد السادس عفوا سحبه لاحقا في حق الإسباني غالفان، وتدخلت قوات الأمن المغربية في بعضها بالقوة لتفريقها.